مباراه النهارده الاهلي وسموحه، ماتش الساعه 9 على استاد اسكندريه، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار المنافسه على بطوله الدوري اللي الاهلي بيحمل لقبها بكل تاكيد. مباراه صعبه في نفس الوقت، الدور الاول خسرنا من سموحه بهدف قاتل في الاخر 1-0. مهم قوي ان احنا نفوز النهارده عشان يكون عندنا يعني دوافع معنويه جيده في مرحله غايه في الاهميه تتمثل في المنافسه على بطوله الدوري. بعد ماتش النهارده عندك ماتشين كمان في الدوري، وبعد كده هتلاعب كايزر تشيفز، فبالتالي التحديات كلها مهمه جدا جدا. هتحاول باذن الله تعالى بعد توفيق ربنا تنجح في انك تفوز بكل التحديات دي، سواء ترجع للمنافسه في بطوله الدوري بعد المباريات المؤجله، او كمان الاهم بكل تاكيد انك تكسب ببطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى. مباراه النهارده خليني افكر حضراتكم بقائمه الاهلي، واحنا عارفين الاهلي متواجد في اسكندريه لان المباراه هناك طبعا، وسافر امبارح بعد المران الاخير اللي كان في استاد مختار التتش. 21 لاعب في قائمه الاهلي لمباراه اليوم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. محمد الشناوي سليم مليون في الميه، يبقى طبعا القرار قرار فني. كان امبارح في كدمه كده بسيطه في المران، لكن اتعمل فحص للشناوي والامور بالنسبه له تمام وزي الفل الحمد لله. يبقى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ايمن اشرف ومحمود وحيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وسعد سمير وعلي معلول واكرم توفيق واليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، كهربا، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، وطاهر محمد طاهر، جونيور اجاييه، صلاح محسن، مروان محسن، ومحمد شريف. دي قائمه الاهلي لمباراه النهارده امام سموحه. لكن مين اللي تم استبعاده لاسباب مختلفه؟ بعض اللاعبين، خلينا نقول بدر بنون للايقاف، محمد هاني لعدم الجاهزيه، وليد سليمان للاصابه، محمود متولي لعدم الجاهزيه، بيكهام رؤيه فنيه، ناصر رؤيه فنيه، بواليا رؤيه فنيه، محمد محمود ونيدفيد لعدم اكتمال جاهزيتهم للمشاركه في المباريات. طيب حكام النهارده مين؟ حكم ساحه كابتن ابراهيم نور الدين، نتمنى له يا رب كل التوفيق. بصراحه عامل السنه دي يعني نسبيا احسن بكتير من السنوات اللي فاتت كلها، يعني في تحسن نسبي عند الكابتن ابراهيم نور الدين، نتمنى له كل التوفيق. مساعد اول شريف عبد الله، مساعد ثاني محمد محمود لطفي، حكم رابع حسين الكريمي، حكم فار وائل فرحان، ومساعد حكم فار محمود ابو الرجال. نتمنى لهم التوفيق في اداره مباراه قويه النهارده زي مباراه الاهلي وسموحه. طيب نتكلم على تاريخ مواجهات الاهلي وسموحه. الاهلي لعب مع سموحه 21 ماتش قبل كده، الاهلي فاز في 11 وسموحه فاز في 3. التعادل كان حاضر في 7 مواجهات ما بينهم. الاهلي هز شباك سموحه على مدار تاريخ مبارياتهم ب 30 هدف، في المقابل سموحه هز شباك الاهلي ب 18 هدف. موقف الفرقتين في الدوري ايه؟ نفكر بعض. الاهلي طبعا لعب 20 مباراه، سموحه لعب 27. الاهلي فاز 12 مباراه، سموحه فاز 8. وسموحه عاملين موسم كويس جدا مع الكابتن احمد سامي وفرقه محترمه وعندهم عناصر مميزه جدا في الحقيقه. الاهلي تعادل 6 ماتشات، سموحه تعادلوا 16. الاهلي خسر ماتشين، سموحه خسر 3. النقاط الاهلي 42 نقطه وسموحه 40، واحنا عارفين ان الاهلي لسه ليه مباريات مؤجله.